التشكيلات العسكرية على الحدود التونسية ضبطت مهرب عنده أكثر من 53 ألف قرص مخدر. طبعا هذه ماهيش العملية الأولى، وتقريبا يوميا نسمع بعمليات خطيرة كما هكا. من المستفيد بإغراق البلاد بالمخدرات؟ شبابنا توا هو اللي مساكن ضحية، ماشي في حكاية سياسية مبرمجة، معناتها حكاية معناتها هكريت الانتخابات بيانتو إن شاء الله. نحن شكون؟ شكون اللي ما تشدوش توا؟ وشكون اللي هردوا البلاد توا؟ بيان سور فهمت، معناها كيفاش يقولوا باش نحاسبوهم؟ هاو يتحاسبوا، هاو يمشيوا معناها فهمت، يبحثوا كله. مانيش فاهمين معناتها ما تشدوش ولادنا قاعدين مساكن والله بالحق. ساعات كان في سونتر فيل بعد 7 نتاع الليل تحاوسوني، تخاف تسكر شباكك بالكهرباء، تخاف بالحق فريمون، ولا الوضع بالحق يخوف. بنات ولاد ورب يسر صغيراتنا، بنات ولاد معناتها دي جون حتى 14 13 اللطف 17 ans معناها مشيو حتى في القرايه ما عادش يقراو. هو راهو شيء معروف كونه الانسان اللي يخدم في الميدان هذا اللي هو ميدان مقتل وجريمه، يعني جريمه كبيره ياسر. المستفيد طبعا هو اللي قاعد يقبض في الفلوس، لانه كي تجي تبع اللي يبيعوا في المخدرات هذوما ما همش هما اللي يستهلكوا، عندهم سوق يحبوا يدخلوا له اللي هو سوق الشباب. احنا في تونس توا الشباب يعني مدلل، ياخذ في مصروفه توا اللي يقرا في الثانوي راهو ياخذ في مصروف من عند ابوه وامه ما يعادل 300 و 400 الف. طيب كي يلقى حاجه كيف النكيه اللي هي باش تخرجوا على الواقع نتاعو وتعيشوا في عالم اخر افتراضي ويبدا يحلم وكل شيء، شيء طبيعي باش يصرف. فالمستفيد هما الناس اللي قاعدين يجيبوا في الماده السامه هذه، اللي مع الاسف الشديد كونه الدوله ماهيش قاعده تتبع فيهم برشا، لانه الدوله ما يصعبش عليها راهو باش تعرف اي مجرم في تونس. اوكي هي الحكايه هذه قديمه وماهيش حديث العهد، راهو انا اذا نعطيك عام يمكن عندها قريب ربع قرن في تونس، لكنها انتشرت بشكل رهيب بعد الثوره. يعني نحكيه بعد الثوره معناتها يوميا تقريبا نسمع في حكايات كما هيك المحيط المدرسي تلامذة صغار كبار معناتها الكل. هو راهو بعد الثوره مش هذا برك اللي تسيب، كل شيء تسيب في الثوره، حتى الإدارة التونسية تسيبت. فما بالك بحاجة كيف هذه اللي فيها مدخول كبير ياسر واللي فيها برشا ناس، برشا ناس تخدم. خاطر الشباب التونسي بريمو مثقف برشا، احنا صحيح شعب نقولوا جبان اللي متسمي علينا، أما مثقفين في روسنا متثقفين، معناها صعيب ياسر باش تعديه على واحد تونسي. يلزم الشباب المثقف شكون يستهدفه؟ يستهدف لكش واحد ما يخممش، ما يستهدف لك واحد ذكي في راسه، صحيح ولا؟ احنا شباب ذكي في روس لازم يستهدفه لك، هذاك باش يخليك ديما غايب على الوعي، ما يخمم في شيء اخر، عنده حاجه بركي واللي يخمم فيها هو كما نقولوا نحن شيخ راسه. هي العمليه راهو نتاع المخدرات ماهيش حصريا في البلاد التونسيه، بارتو في العالم فهمت؟ فما مثلا نقولوا احنا عباد مسيطرين على هالدومين هذايا المخدرات والادويه وما تابع، حتى الماكله اللي معناتها الماكله اللي فيها اكل كيما نقولوا احنا الليجان معناتها فهمت، هذايا كلها العمليه نتاع المخدرات تو سكي اور كومان عصابه في العالم الكل فهمتني، هي كلها فلوس يربحوا بالفلوس باي طريقه. ثم زوز اطراف مستفيده، ثم اللي المصدر اللي يجيب المخدرات هذية، وثم الموزعين اللي يوزعوا واللي عندهم زاد دور في توزيع. واللي قلقني انا في هذا الكل وانه المخدرات توصل لتلامذه صغار في بحث المؤسسات التربويه، ومعناتها الموضوع يتم التعامل معاه بكثير من التجاهل وبكثير يعني وكذا، ثم افلات من العقاب. البقعه اللي انا نسكن فيها خطي ما ينيا الشيء معناتها الزنكه نتاعي هي من الاخر السبع لازمني ما نخرج، الشيء تبدا الريحه تضرب من هنا لخاطي. اللطف خايتي علاش انتشرت الظاهره هذه في تونس هيك؟ علاش؟ ما تقام من البطالة، من العبيد ما عادش تخدم، الدنيا صعبت. ها شفتي 30 ألف شتيها في شيء بتي برا شتيت معناتها 5000. المخدرات طبعا هي حاجة مضرة لكل شعوب العالم، فالمفروض كل الشعوب تتكاتف في سبيل محاربة هذه المخدرات،
لأن الشباب اليوم سهل أنهم يتعاطوا هذه المخدرات ويضروا بمجتمعاتهم ويضروا بشعوبهم، وعلينا جميعا أن نتكاتف ضد هذه المخدرات. مستشفي في كل مكان في تونس للأسف هو ظاهرة عالمية، والتهريب ضد ظاهرة عالمية. ما تراش أنه فما عمليات ممنهجة لي معناتها تغييب الشاب التونسي عن الوعي متاعه ونخلوه ديما في غيبوبة جراء السموم هذه؟ بالطبيعة حاجة عادية. السموم هذه هي شنو؟ كما نقولوا عبد يخذها الأكثر وأكثر الناس اللي يخذوها حتى الصغار يقول لك نهرب من أنا فيه هنا، نحس روحي متضايق، نحس روحي يقول لك نهرب، فهمت؟ هو فخ، هذاك فخ مميت للشباب والشعب التونسي، واللي ياخذوا فيه مش كان شباب فقط، صحيح نسبة الشباب في تونس بحكم انه الشعب التونسي مكثروا شباب، لكن اللي ياخذوا فيه الأكثرية للأسف معناها حتى كبار في العمر زاد ياخذوه، حتى الشاب نريد شيء مرة يتعاطى للأسف. اللي باش يخدم الخدمة هذه ما عادش يخمم في الوعي نتاع الشاب التونسي ولا المستقبل نتاعو باش يمشي ويتحط، ما عادش يخمم، هو عنده مرابيح يومية يحب يقبضها، هو تلقاه ولده ما يخليهش يستعمل حتى قرص، يمكن كان ولده يستعمل قرص يربطه في الدار، هو يحب المجتمع هذا يصور منه الفلوس باش تقول لي نيته يحب يحطم الشباب هذا، وكل هو أصلا ما عندوش ضمير حتى باش يخمم في التلامذة أولادنا توانسة اللي هم رجال المستقبل، وتعرف اللي توا عمره 15 سنة بعد 15 سنة باش يكون هو في البوست متاعه بعد وعمره 30 هو اللي باش يسير البلاد، ولهذا هذه راها طريقة ممنهجة لتحطيم مستقبل البلاد، وكل بلاد راهو يدور فيها المخدرات راهي مستقبلها يعني أظلم، وعنا لمثلة يعني في برشا دول كيف هكا، فيما أمريكا الجنوبية، في أفريقيا، في مصر، في تقريبا في 80% ولا 90% من بلدان العالم. الغاية معروفة جدا، هو الإغراق، إغراق الشباب بالمخدرات لمنعه من التفكير في قضايا يعني المجتمع ولا البلاد، لمنعه باش يكون عنده حضور فاعل يعني في الحياة المدنية والحياة السياسية، ثم أيضا لإخراجه تماما من مسالك اتخاذ القرار ومن أن يكون عنده رأي وعنده قرار معنتها في مسارنا في كل ما يهم البلاد. ثم الغاية الكبيرة وأنه تدمير طاقة الشباب، هذه مخططات تشتغل عليها دول الاستعمار، تشتغل عليها العديد من الدول، تدمير قدرات الشباب وتدمير قدرات البلاد. قيمون لي جوان مشاو لقراية بالحق مساكن، يقول لك شنو نطمح في هالبلاد؟ حلوا لهم مشاريع يا خويا، حلوا لهم حاجات، عملوا لهم دي ميزون جون، عملوا لهم ما نعرفش انا مسارح، حاجات ثقفوهم شويه. بالحق دي جون ولاو يتفرجوا في الانستغرام يحبوا يتبعوا السيد اللي عنده هامر، الرابور اللي عنده ما نعرفش انا بيام، السيد ما نعرفش حبش نسمي انا كمام توينسه كيفنا هما، اما ربي يهديهم راه بالحق راه ما نحبش نسمي اسامي اللي في الانستغرام، مي بالحق لي جون سيبوهم نحيونا الحكايات هالفيس هاو تظهر في الانستغرام بكرهبه ما نعرف شنو. يقول القائل علاش يتم استهداف الشباب التونسي وخلوه ديما معناتها في غيبوبه ماهوش واعي حتى بالواقع نتاعو بالوضع نتاعو، علاش لي جون قاعدين يسكتوا فيهم بيان سور؟ معناتها نحنا كمعناتها كمام انا عندي دو في عرس صغيرة والحمد لله، فهمت؟ واحد ولا خايف على صغاره، نقول نمشي للأوروب ربيهم تربية صحيحة خير من تونس ولا تخوف. كيفاش نجموا نحدوا من الظاهرة هذه؟ لأنه الدولة يلزمها تكتفي فقط بالمقاربة الأمنية وإلا فما حتى حلول أخرى؟ والله هي الحلول راهو يلزم المجتمع كامل، المجتمع كامل يحكي عليها الحلول هذه ويحاول يدرسها من جميع الجوانب ويحلها الصعب العقل، ثم نجيو للأمور الأمنية يلزم الحاكم يكون يعني تري سيفير في الموضوع هذايا، ما فيهش تسامح، لانه شنو يعني واحد يجيب اقراص كما سمعنا المره الاخرى في لبنان 1,800,000 قرص داخلين شدتهم الحدود اللبنانيه، باهي منعنا منهم، تصور انت يعني هذم كان دخلونا لتونس راهو اشترى الشباب نشوفوا فيهم طيش لهنا. فالدوله يلزمها تكون يعني صارمه والاحكام تكون صارمه والتنفيذ يكون يعني ما لا مجال للتسامح فيه. الدوله يلزمها تحكم في الحدود، فهمتني؟ وتكون يعني فريمون يعني تخدم خدمه قويه، لانه ما ينجمش واحد يتعدى. الدوله نتاعنا صغيره، راهي صغيره، نحطوا لها 4 ولا 5 طيارات على حدود درامي يكشفوا كل شيء. المطارات هانا سمعنا اخر مره في المطار مراه هز عمله صعب وشكاره عمله صعب، ساعه انا منين جابتها هذه شكاره العمله الصعبه؟ واحنا العمله الصعبه ممنوعه عنا باش تدور في البلاد، ثم كيفاش يعني
توصل تحب تخرج بها في المطار يا اخي، ما هيش عارفه هذيك حدود هي اللي وفيت باش واحد يخرج من المطار وعنده حاجه كيف نكايه، هذه قله احترام للدوله.